اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء. معانا النهارده اكتر من نموذج من نماذج تحدي العلاقه، تحديات كتير وصعوبات كتير بيقابلها اصدقائنا من ذوي الاراده، لكن بقوه ارادتهم وعزيمتهم واصرارهم على النجاح بيتحدى كل صعب ويتحدى العلاقه بكل شجاعه. صديقتنا الجميله نموذج جميل، المراه قويه رفضت الاستسلام للياس ورفع راية العزيمة، اضرب بقوة إرادتها وعزيمتها، تحول العواقب لطاقة، السامة كلها أمل ورضا وثقة بالنفس، بتعيش حياتها هي وبعض أصدقائها حياة سعيدة رغم كل التحديات اللي بيمروا بيها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين باختلافهم.